الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده محمد عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أخبرنا بعض الناشطون بأن هذه الجمعة قد سميت بنصرة الشام بالأفعال لا بالأقوال، فهي رسالة نريدها أن تصل إلى المسلمين في كل مكان. يا أهل التوحيد، إخوانكم في الشام بحاجة إلى نصرتكم بالأنفس، بالاستشهاديين، بالانغماسيين، بالاقتحاميين، أصحاب الخبرات وأصحاب الساحات، بأن هلموا إلى ساحة الشام فإنها بانتظاركم، فلقد تكالب علينا الفرس والمجوس من كل مكان. والله إنا في نصر الشام لنسمع أصوات المجوس بأغانينا، والله نسمع كلامهم على اللاسلكيات بلغة غير العربية، بالفارسية وبالأردو. الفرس جاءوا من باكستان، الروافض جاءوا من إيران، وجاءوا من حزب الشيطان في لبنان. جاءوا من أجل ذلك ماذا؟ جاءوا من أجل وعد أهل السنة وقتل أهل السنة، لا لشيء إلا أنهم أحفاد المجوس وأحفاد اليهود وأحفاد ابن سبا وأحفاد ابن العقابين، عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون في كل مكان، انظروا أهل الشام بالغذاء وبالمال وبالسلاح. من استطاع أن يوصل لأهل الشام السلاح فليفعل، فإن بأهل الشام أسودا لا يجدون سلاحا، وهذا ما يؤخرهم عن نصرة الدين، هذا ما يؤخرهم عن نصرة إخوانهم في كل مكان. أيها المسلمون في كل مكان، والله إنا سائلون يوم القيامة عن نصرتنا وعن نصرة نسائنا وعن نصرة أطفالنا، فلقد تخاذل الغرب والشرق عن نصرتنا، وما لنا إلا الله. ثم أنتم يا أهل السنة في كل مكان، انصرونا، انصرونا بالأفعال لا بالأقوال. يا علماء المسلمين، يا من أفتيتم بالجهاد، هلموا إلينا، فإن أبناء هذا البلد بحاجة لتعليمكم. لا نريد فقط أقوالا وفتاوى، نريدكم أن تكونوا أنتم في مقدمة الصفوف كما كان سلف هذه الأمة. كان شيخ الإسلام رحمه الله قائدا للجيوش عندما حارب النصيريين في جبال العلوية. قيل يا شيخ دعك للعلم والتعليم، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد الجيوش. ونحن نريد علماء هذه الأمة الذين أفتوا بالجهاد والذين يتباكوا على أبناء هذه الأمة أن يكونوا في مقدمة الصفوف، أن يكونوا معنا، لا يكونوا فقط بالأقوال. فالإيمان كما هو عند أهل السنة قول وعمل، وأما من قال أن الإيمان قول فهو من المبتدعة المرجئة، ليس من أهل السنة في شيء. فكونوا معنا وانصرونا بأنفسكم وأموالكم ودعائكم، فإن أهل الشام اليوم في ضيق، إن أهل الشام اليوم في عسر، ولعله يأتيكم الدور فتكونوا في عسر فينصركم أهل الشام، وقد فعلوا كثيرا في الماضي كما فعلوا في أهل العراق. أكثر المجاهدين في العراق كانوا من أهل الشام ومن أرض هذه البلاد الطاهرة المقدسة التي بارك الله عز وجل بها. فالأفعال لا الأقوال يا علماء المسلمين ويا أهل السنة في كل مكان، الأفعال لا الأقوال. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينصر هذه الأمة على أعدائها ويثبت أقدام المجاهدين ويربط على قلوبهم. اللهم يا عزيز يا جبار،
اللهم يا عزيز يا جبار انتقم من حزب بشار، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم أهل كل حرث والنسل، اللهم إنهم طغوا وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم سبط عذاب، اللهم إنا ندرؤك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم مكنا من رقابهم أجمعين، اللهم اجعل أهل السنة عليهم ظاهرين، اللهم اجعل أهل السنة عليهم ظاهرين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في نصر الشام وفي درع البلد وفي كل مكان يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا في أنخر وجاسم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل نصرك عليهم، اللهم وصلي وسلم وبارك على نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر زادكم فيه تعظيما وتشريفا، بدأ بنفسه وتم بملائكة قدسه، قال ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.